السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله طاعتك يا سيدي الربيع. صليت شكراً لله يا فروخ. الحمد لله الذي أتم لنا رحلتنا وبارك لك في تجارتك. لولاك يا فروخ لما ربحت كل هذا المال. لقد أصبحت ماهراً بشؤون التجارة. تعلمتها منك يا سيدي عبر سنين طويلة، وأبليت فيها بلاءً حسناً يا فروخ، ولهذا أعتقتك لوجه الله. تقصد أنني حر من الآن؟ وخذ هذه أيضاً مكافأة لك، 30,000 دينار. 30,000 دينار؟ إنه مبلغ كبير جداً. تبدأ به حياتك عندما تعود للعراق. لن أعود للعراق غنياً، وقد عرفوني هناك فقيراً. إلى أين ستذهب إذن؟ أشتاق منذ زمن للعيش بالمدينة المنورة. ولكن ليس لك أهل فيها. والله يا سيدي لن أشعر بغربة أبداً في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات الربيع بعد أسبوع، وتزوج فروخ في المدينة المنورة بامرأة ليست جميلة ولكنها صالحة، كانت بالنسبة له كل أهله في المدينة. العشاء جاهز يا حبيبي. يبدو أنه سيكون آخر عشاء لنا معا قبل السفر. سفر؟ أي سفر؟ رحلة تجارة طويلة. وهل ستتركني وحيدة وأنا حامل وليس لي أهل في المدينة؟ سأتركك في رعاية الله يا زوجتي الحبيبة، ولن أغيب عنك أكثر من 3 أشهر. والله يا حبيبي لا أستطيع أن أمنعك عن عملك وتجارتك. 30,000 دينار التي أخذتها من سيدي الربيع قبل وفاته سأتركها أمانة عندك حتى أعود إليك. وأنا أيضا سأقول لك جملة واحدة، أتركها أمانة عندك حتى تعود إلي. جملة واحدة؟ نعم. تذكر يا زوجي العزيز أن الخير ربما يكون كامنا في الشيء الذي ترى فيه شرا. الخير ربما يكون كامنا في الشيء الذي أرى فيه شراً. بعد 6 أشهر أنجبت زوجة فروخ ابنها الوحيد الذي سمته ربيعة على اسم سيد زوجها الربيع. وصل ربيعة إلى سن 8 ولم يعد أبوه فروخ حتى الآن. ربيعة، طعامك يا ولدي. إنه طعام كثير يا أمي. لأن طريقك طويل، ستذهب لتتلقى العلم عند سيدك أنس بن مالك خارج المدينة. ولماذا أنس بن مالك؟ لأنه خير من يفقهك في الدين، كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسينقل إليك علمه الغزير. ومن أين ستنفقين على تعليمي؟ من مال أبيك الذي تركه لدينا، ليس عندي غيره، وعندما يعود أبوك لن يغضب لأنني أنفقته على تعليمك. أبي يعود؟ كيف؟ الناس يقولون إنه مات. والله يا بني أشعر أنه ما زال حياً وسيعود إلينا يوماً ما. نبغ ربيعة في كل علوم الشريعة حتى صار كبير فقهاء المدينة وهو في 30 من عمره. كان الإمام مالك من تلاميذه، وكان العلماء كلما اختلفوا في أمر ذهبوا إليه ليعرفوا رأيه أو ليحكم بينهم. إلى هنا ننهي درسنا الليلة، وسنلتقي إن شاء الله بعد عودتي من السفر. شيخنا الجليل ربيعة الرأي، تعال يا مالك. إلى أين ستسافر يا معلمي الأول؟ إلى العراق، سألتقي هناك ببعض العلماء لأسألهم عن صحة حديث أظنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقطع هذه المسافة الطويلة لتسأل عن صحة حديث واحد؟ هكذا علمنا شيوخنا يا مالك،
العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. احفظها عني واعمل بها، وعلمها لتلاميذك في المستقبل. سأفعل إن شاء الله. أراك يا مالك أنجب تلاميذي، ومن يدري، ربما أسست مذهبا فقهيا خاصا بك في المستقبل، وصرت كبير فقهاء المدينة المنورة. أنا يا سيدي، والله لو حدث ذلك فسيكون مذهبي كله حصيلة ما تعلمته منك. بعد 30 عاما عاد فروخ يبحث عن زوجته وابنه الذي لم يره حتى الآن. لم يستطع أن يذهب إلى منزله محرجا من مقابلة زوجته التي تخلى عنها وتزوج غيرها في سفره. أراد أولا أن يدخل مسجد رسول الله ويزور قبره ويبكي أمامه بدموع الندم. انتهى فروخ من صلاته ولفت نظره عالم شاب قد تجمع حوله تلاميذ كثيرون في أكبر مجلس علم في المسجد، فاقترب منهم. نتحدث اليوم عن باب جديد من أبواب الفقه، وربما كان بابا نادرا، فقه الأب الغائب. قل لي يا بني، من هذا الشيخ؟ كيف لا تعرفه؟ هل أنت غريب عن المدينة؟ نعم، إنه إمام الفقهاء وكبير العلماء، ربيعة الرأي. ربيعة الرأي؟ نعم، إذا اختلف العلماء فلا يلجؤون إلا إليه، ويأخذون برأيه في كل الأحوال، ولهذا سموه ربيعة الرأي. تقصد أن هذه كنيته؟ فما اسمه الحقيقي؟ سمعته يقول ذات مرة إنه ربيعة ابن فروخ. فروخ؟ وهل رأيت أباه من قبل؟ لا والله، هو نفسه لم يره، لقد ولد وأبوه مسافر، وقيل لاحقا إنه مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أدرك فروخ أن العالم الكبير الذي يجلس أمامه الآن هو ابنه الذي لم يره منذ مولده. السلام عليكم يا إمام الفقهاء وكبير العلماء. عليكم السلام ورحمة الله. من؟ أنا زائر لأمك. أمي؟ نعم، قل لها قد يكون الخير كامنا في الشيء الذي ترى فيه شرا. فروخ؟ تقولين فروخ؟ نعم يا بني، أبوك. أبي؟ ألم أقل لك أشعر أنه سيعود إلينا في يوم ما؟ أتوسل إليك، لا تسأليني أين كنت ولماذا لم أرجع إليكم غير الآن. أراك جئت تسأل عن مالك الذي أودعته عندي. ها هو مالك يا أبا ربيعة، ابنك الذي استثمرت فيه كل المال وكل العمر. جزاك الله عني وعن المسلمين خيراً. ألست متحسراً على مالك الذي عدت من أجله ولم تجده؟ لم أعد الآن من أجل المال، عدت ليلتئم شملنا مرة أخرى. شملنا؟ نعم، أسرتنا يا أم ربيعة. تبحث عن أسرة تركتها 30 عاماً؟ أعرف أنه لم يبقى من العمر أكثر مما فات، ولكن دعينا فيما تبقى نعوض ما فاتنا. ثلاثون عاما وأبي على قيد الحياة ولم يفكر في العودة إلينا ورؤية زوجته وابنه الوحيد. ظننتك ستسعد بعودته إلينا. لا أعرف بماذا أشعر الآن، ربما سعدت بأنه ما زال حيا، ولكني حزين لأنه أهملنا ونسينا وقصر في حقنا عليه. يا بني، إنه أبوك،
أبي الذي لم يراني طيلة عمري وحرمني منه منذ مولدي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أحدثكم اليوم عن قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ولكي نفهم معنى هذه الآية أحكي لكم حكاية بسيطة، حكاية تاجر ماهر ترك زوجته وهي حامل في ابنه الوحيد وذهب لينمي تجارته. دخل مدخل صدق بنية العمل والكسب الحلال، ولكن يبدو أنه لم يخرج مخرج صدق، فانتهت رحلته التجارية ولم يعد